أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم اليومية طعم ومطعم. من خلال عنوان تفهموا برياحين نحدثوكم على مطاعم وعلى أطباق جزائرية وحتى أجنبية. الحقنا المطعم غريلينج موجود بحيدرة، خلونا ندخله. الخير، مرحبا بك مطعم غريلينج. الله يسلمك. الله يسلمك. معنا السيد طريق نزاف. نعم. احد مالكي مطعم غريلينج. نعم. السيد طريق، شحال عندكم اللي فتحتوا المطعم؟ اكزاكتومون عندنا عام يوناني. معناتها انتم جدد. نعم رانا جدد. كل شيء مبروك. وعلاش سميتوا المطعم غريلينج؟ الله يسلمك. ميرسي. مطعم غريلينج اون فات سميناه تو سكي غرياد. نو نوتر ريستورون il est spécialisé في لي غرياد، تو سكي بواسون، تو سكي فرون بيوند روج، تو سكي بيوند بلانش، وعندنا كلكو سبيسياليتي بيان سور. داكور داكور. ماذا سميتوا الاسم تاع المشويات بالانجليزيه؟ خديتوا الكلمه بالانجليزيه. وشنو هي الاطباق الرئيسيه ولا الاطباق الاساسيه تاع هذا المطعم؟ عندنا دو سبيسياليتي، استادير عندنا سبيسياليتي اكانا في شاكاريرو. أكناف وشكاريرو. خلينا نروح نشوفوا طريقة تحضير أكناف ولي زانغريديون تاعها. تفضلي. المقادير. تفضلي. الله يزيد فضلك. نلحق بك. تفضلي. أوكي داكوغ. سيد طريق، رانا قدام المكونات تاع أكناف وشكاريرو. نعم. بصح أنا واش راني نشوف؟ مانيش نشوف مكونات، راني نشوف غير اللحم. اللحم حنايا أون فات سي مطعم غريلينج. هو اصلا نخدموا غير لافيون غير اللحم، دونك دو الاسم تاع غريلينج، تاع غريلينج توسكي غرياد. فوالا سي بارابور ا سا كي نديرو هنايا. دونك دابري واش فهمت، هذا اكناف، مكونات اكناف، هذا سبيسياليتي اكناف الاول. اها. وهذا يا سي اون ابيل سا سي شاكاريرو. دونك نهضروا على المكونات تاع اكناف، يعني طريقه تحضيره. هنا نشوف الزيت. انا هذاك سي دو لويل دوليف، هذيك زيت زيت زيتون. وهنايا هذا ملح. ملح. فوالا هذا باش يتخدم. داكور تري بيان. هذا واش فيه؟ زيت الزيتون والملح. زيت الزيتون والملح هذا اللحم. يعني وشنو الفرق ما بين اللحم مشوي على مقله واللحم ما بين زيت الزيتون والملح؟ يعني وشنو الفرق بينهم؟ سا سا دوني ان اوتر غو، صادير لو غو اللي يعطيه له بزيت الزيتون ماشي كيما كيطيب وحده. بصح علاش يسموه اكناف؟ يعني كنتو تسموه لحم مشوي. هذا يا سي ان بلا تراديسيونيل، اون فات سي ان بلا تراديسيونيل كابيل. هذايا نديروه في لي سيريموني كي يكونوا هكذا عباد، استادير تعرضيهم باش تفخموا بهم. باش نفخموا بهم. بيرسون امبورتون. ابسوليومون تو افي. حنايا هذا نقدروا زعما كي نعرضوا الناس نقدروهم بهذا لو بلا. وهذا الطبق لشخص شخصين ثلاثه شحال؟ هذايا حنا اون لو سيرف بور اون سول بيرسون. واو. هنايا فوالا. ومن بعد وهذا شحال الوزن ديالو؟ 600 غرام. معناتها للشخص رطل رطل رطل. حنا سي بور سا حنايا سي نوتر كونسيبت، حنايا لازم نمدو دي بلا كوبيو كي فاهمه. سي بور سا اللي نديرو هاد، حنا سي نوتر سبيساليتي ضايع. داكوغ. من بعد نشوفو كيفاش نحضروها. ماكاش مشكل. مرحبا. تري بيان. و تشاكاريرو؟ تشاكاريرو سي ان ميكس دو فيوند، هذايا سي ان بلا لاتينا تاع لاميريك لاتين. لاتينو. هذا احنا جبناه لهنا الجزائر باش نديرو، استادير يولي نديرو لاتينو الجيريا، دخلناه الجزائر لهنايا درناه ميكس. أكناف وشاكاريرو.
أعزائي المشاهدين. Parlons un tout petit peu de ce pain. C'est le khobz, khobz maison, yak. Maison, on le fait maison. D'accord. وشنو هي الخاصية تاع الخبز هذا comparé le khobz تاع برا? Le pain هذايا c'est du pain fait maison, حنا ما نديرولوش l'améliorant. Tout ce qui est améliorant. D'accord. وهذا l'améliorant اللي عم يديروه في الخبز, il sert à quoi? Il sert c'est pour faire gonfler le pain, tandis qu'il va lui donner un autre goût. Il est bon ou là? Je sais des goûts. Ça, personnellement, je le prends pas. D'accord. D'ailleurs, même il y a des gens, même il y a des médecins, ils sont en train de conseiller de pas prendre. Voilà. Faut prendre du pain complet. نعود نقولوا لهذا الطبق. قلت لي هذا الطبق أصله مكسيكي. مكسيكي. وطبق تاع أكناف أصله قبائلي وبالتحديد من منطقة بنيني. بنيني. إحنا on voulait faire le mariage entre, c'est-à-dire les cultures latino et tandis les plats traditionnels ديالنا. D'accord. Qu'est-ce que vous avez apporté? C'est pour faire un petit peu voyager les gens. Voilà. Est-ce que vous avez modifié? Bien sûr, on n'a rien modifié. On fait comme ça, comme on l'a vu au Mexique. Donc, il y a quelqu'un qui va aller, qui va aller, qui va aller, donc ils vont comprendre directement. D'accord, très bien. On va goûter. Voilà, Fadli. C'est pour vous. Merci. Vous allez vous servir. Voilà. Alors, je vais juste... Si vous voulez, je vous donne un petit peu de vieux steak haché. Donc, on l'a là. Bismillah. Je vais commencer je vais par juste le... maintenant. Voilà. C'est pour montrer aux gens, Tanik. Voilà. Donc, croque-nique loubia. Je vais faire un loubia avec le monde. C'est normal. Oui, parce que laisse-moi dire avec le monde. La viande blanche. Laisse-moi dire les épices. Adoba. مي سينو نكون ما دير لهاش لي زيبيس ما يخرجولكش لو غو يكون شويه امير داكور تري بيان ان توكا سي تري بون بصحتك الصحه الله يسلمك تري بيان فوالا ميرسي شيف داير هذا وجاك البلا تاع كنف اي سو سير كوم سا تراديسيونيل فوالا بار كونتر الحميص فو بوفي بروندر افيك دو داكور دونك وي لافيون دي سي اون ريسيت سي با ماشي نتوما لي قررتو ابسوليومون حنا انا لقيناه الحميص بوكو بلوس بور لو بان لو بان هذا زيت زيتون يسو بريبار افيك دلويل دوليف دايور سي نوت ريجيون لا ميم شوز سي تري بون تري بون صح عليك الو سي بور سا بور ريفينير الاكناف هذايا نو اون لو سير با مانيفيك سورتو لا بتيت طوماط اللي مقطعه لداخل فريمون الي الي اكسيلون حنايا تاليك اون لو في ايسي مي فريمون سي اكسيلون يعطيك الله يسلمك دوك هما على بالك سي دي ريجيون Chacun comment il fait le l'osmo dialo même le hmis ou les salades ou la Je vais passer l'akanaf. L'akanaf. D'ailleurs, oui, il est هكذا يا بالتغمس ماشي avec une fourchette ولا parce qu'il y a fait une petite sauce لداخل à l'intérieur. C'est plutôt simple comparé le akanaf. Akanaf franchement c'est vraiment excellent. Jamais ma drt lhem بنين كيما الاكناف اون فات سي اون فاصون دو جوست فلا كويسون باسكو ما نكذبش عليك في الاول كي قلت لي لي زانغريديون جوست دو لا فيوند وزيت زيتون وملح حقرته جو مي سوي دي شكون ما يعرفش يطيب ان مورسو دو فيوند بزيت زيتون والملح مع زيت الزبده من الفوق لو بور فرانشمون سي اكسيلون يعطيكم الصحه كي سو بريبار با كوم زعما لا فيوند نورمال هذا لازم تغطي عليه لازم تخلي الماء هذاك يخرج
فهمتيني؟ لازم لك ابتي فو ومع تخليه هذا ما لازمش يريح يطيب بزاف، لازم له على بالك ميليميتري لما كاش لازم يكون 2-3 دونك لازم له لي سبيسياليست ديالو كوم نو سينو صح كاين لو غو تاع زيت زيتون بيان سور نديرو له شويه زيت زيتون مي لا وباين لي بريزون سي فريمون باسكو من بعد الزبده هذيك هي اللي دير له الكو هذا هذا باش ياكلوه قلت لي باغروم ماشي اغروم حنا اونابيل سا شي نو في بلادنا نقولوا لها ثمثونت سي مطلوع سي مطلوع بالقبيليه باش المطلوع بالقبيليه سي ثمثون طارق يعطيك الصحة على هاد لي دو بلا اللي قدمتهم لنا دوكا نستناو في الديسير ديسير دوك يجيك اون سيربريز ستادير دوكا حنا خرجنا سيربريز في التمر اون اون ريسيت كومام حنايا كون بريبار ايسي سي نوتر سي ان ديسير كون بريبار حنا شينو سي نوتر سبيساليتي داير وزالي بروند داير مام حنايا في اكا نفسي بور كاسي كاع لو كو تاع اللحم نعطيو لك تروحي من صالي لسكري وزالي بروند لي دات فوغي فوالا داير سي لو شيف ميرسي مرحبا يسلمك واو فوالا وي عليزي هاد ما سو سون دي دات سي دي دات فوغي il faut directement prendre une date comme ça black comme ça directement voilà اسنا بسم الله بصح راني خايفه على العظمه ما كاش عظمه هادو سي دي دات فوغي وزامو إلي اكسيلون واو فوالا دونك الداخل كاين اللوز اللوز وهذه سي اون كريم اي اوسي القرفه داير هاي لك هاي باينه القرفه اي سا سي كوا كوم كريم كريم هذه سي اون كريم حنا اون لو في عندنا سي ان سكري سي سا كي في لو سكري تاع ان توكا سي تري 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 بون طارق يعطيك الصحه على لي بلا اللي قدمتهم لنا اكناف وتشاكاريرو ولي دات فوغي صح عليك جيسبر فو زافي ايمي اه فريمون فريمون يعطيك الصحه سي تري بون سي ديليسيو اعزائي المشاهدين لحقنا نهايه حصه اليوم نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا وبالاخص استفدتوا وتعلمتوا معنا مع طارق نزاف اللي استقبلنا في ريستورون غريلينغ نشكروك يعيشك مرحبا بك انتوما نتلقاو في العدد القادم ان شاء الله والى ذلك الحين تهلاو في روحتكم وبقاو على خير